مساء الخير للجميع. حديثنا اليوم عن كواليس مقابلة حصلت من 19 سنة، ولكنها مقابلة كتير مهمة تستاهل إنه نرجع عليها ونضوي عليها أكثر وأكثر. صحفي الأردني بكر عطياني كان آخر صحفي بياخد مقابلة من أسامة بن لادن. أهلا وسهلا فيك بكر، عم تسمعني؟ مرحبا جنان، نعم بسمعك. شكرا على وقتك. أول شيء بدي صراحة، أنا قريت ريسنتلي قريت هيدا المقال عن مقابلتك معه، وكتير حابة أحكي عن كواليس كيف صار هيدا اللقاء. بتعرف يعني بن لادن منه من الشخصيات اللي تفتح دليل الهاتف عندك، تطلع على الرقم، بتلفن للسكرتيرة بتقلها بدي مقابلة، بتقلك تعال تفضل خذ مقابلة. فاحكي لنا شوي كيف نسقت هيدا اللقاء. صراحة المقابلة المبادرة كانت من جهة القاعدة، مش من طرفي أو من طرف المؤسسة. طبعا في هذيك الفترة أنا كنت بشتغل مع ام بي سي، كانت طبعا ام بي سي إحدى أهم القنوات الإخبارية في الوطن العربي هذيك الفترة، يعني قبل 11 سبتمبر، يعني في نهاية التسعينيات وبداية 2000 كانت هي تقريبا مصدر رئيسي للأخبار. فهم الحقيقة بعتوا شخص على إسلام أباد، كنت أيامها مقيم في إسلام أباد، بعتوا احد مندوبيهم لاسلام اباد واتصل في مباشره على رقمي الشخصي وطلب ان يلتقي معي، والتقيت معه في احد اسواق اسلام اباد وعرض علي مباشره انه احنا حريصين على ان نعمل لقاء مع ام بي سي، فعندكم يعني رغبه في المقابله؟ طبعا انا ما اعطيته اي اجابه لان الموضوع كبير، ما بقدر اخذ فيه انا اي قرار يعني توريال يعني هاي الامر. فرجعت مباشره ل كان مدير الاخبار في هذيك الفتره بيير غانم في ام بي سي، وكان المدير رئيس التحرير كان نخل الحاج، فتناقشنا الثلاثه وكان الاتفاق بانه اي شود جو اهيد اعمل اللقاء. بس انت واقف بهالسوق وعم تسمع حدا عم بيقول لك بدك مقابله مع بن لادن، انت شو، انت عم تقول يس عندي سكوب بجيبتي، ولا عم تقول يا خايف بركي عملوا لي شيء بركي فخ؟ يعني شو عم تفكر بهالاثناء؟ الموضوع كان اول شيء كانت اكثر من سابقه خلال هذيك الفتره بانه القاعده فعلا استدعوا صحفيين، يعني استدعوا قبل ما لقائي كان في لقاء لاحد الزملاء من الجزيره قبلها بفتره قصيره جدا، تم استدعائه على قندهار والتقى مع اسامه بن لادن. ما كان في لقاء يعني سؤال وجواب، ولكن كان في صور والتقى مع بن لادن. فكان الامر يعني ممكن. الامر الاخر اللي طلبته منه يعني ما كان عندك خوف انه يصير لك شيء اذا رحت على هذا اللقاء؟ الحقيقه لا، الامر ما انه كنت انا بتابع الجماعات المسلحه تحديدا في هذيك المنطقه وتحديدا القاعده، وكان معروف انه القاعده اذا يعني اتفقت مع شخص تلتزم بالاتفاق، ما في عمليه غدر. فمن هذا الجانب انا ما كنت يعني قلق، انا كنت قلق من اول شيء حاب اتاكد من المصدر، الشخص اللي تواصل معي انه فعلا له علاقه مع بن لادن، وطلبت منه شيء يثبت هذا الامر. وبعد فتره فعلا يعني جاب شيء ما يثبت بانه له علاقه مع القاعده. شو هو هالاثبات اللي فرجيك اياه؟ كان تسجيل صوتي، والتسجيل الصوتي هذا كان عباره عن كلمه لبن لادن بياكد فيها بانه قام بمبايعه الملا محمد عمر كزعيم كمان عليه، زعيم كزعيم لكل الجماعات في افغانستان. فكان صوت بن لادن، كان كل شيء، كان الموضوع شديد لانه كان في خبر قبلها بفتره باسبوعين بانه القاعده زعيم القاعده بايع الملا محمد عمر اللي هو كان ايامها هو يعني الرئيس الفعلي لافغانستان. بس ما كان بعد في تصريح، يعني انت كنت اول واحد عم تستمع لهيدا التصريح. نعم سمعت للشريط، وفعلا في هذاك اليوم في هذيك الفتره هم طبعا اعطوه كمان لاكثر من جهه، يعني اعطوه لعده وسائل الاعلام، لكن الشخص احضره بيده قبل ما انها توصل لوسائل الاعلام. فكان هذا بالنسبه لي اكيد يعني مؤكد بانه هذا الشخص يعني شخص فعلا له علاقه معهم، انه مرتبط معهم، انه وان الامر يعني مش مجرد يعني خدعه، لانه كان في هذيك الفتره كمان بعض الصحفيين او بعض اللي بدهم يجنوا المال بيحاولوا انه يتواصلوا مع الصحفيين بحيث انه ممكن تدفعوا لنا مبلغ معين حتى انه احنا نرتب لكم مقابلات مع هيك جماعات. هل ترددت شوي لانه هن اللي كانوا اللي اجوا لعندك يطلبوا منك تعمل اللقاء، هل ترددت انه رح بيتم استخدامك لتوصيل رساله معينه؟
طبعا اكيد هو كان في رساله من عندهم هذا يعني ما في شك، هم يعني ما توصلوا معي لانه في عندهم رساله، لكن كنت حريص على انه احصل كصحفي على هذا السبق يعني شيء كبير، وبتوقع كان خطا انه يعني ارفض هذا اللقاء، وبعتمد على خبرتي بحيث انه لما اكون انه استطيع انه القصه او التقرير اللي حعرضه لاحقا انه يكون يعني مش عباره عن عمليه بروباغندا للقاعده. نعم، احكينا شوي لوجستيا، يعني انت كنت باسلام اباد، المقابله صارت بقندهار صحيح؟ كيف رحت لهونيك؟ كيف الامنيات؟ يعني كيف قدرت توصل؟ هلا طبعا عمليه التنسيق بين الشخص المعني من جهه القاعده ومعي استمرت حوالي 3 اشهر، يعني مش مباشره تم الامر، يعني التواصل الاول كان في شهر في اتوقع منتصف مارس 2001، في 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 شهر 6 جون 2001 تمت المقابله في نهايه في يوم 21/6/2001 مقابلة تم اللقاء. ف في لحد ما تاكدت من الشخص ورتبنا الامور، هو رجع لافغانستان ورتب كل شيء، اعطاني الموعد، حكى لي احنا خلال كمان يوم مستعد انك تكون في مدينه كويتا اللي هي المدينه الحدوديه بين باكستان وافغانستان من 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 جهه الغرب تقريبا، جنوب غرب. فانا اتفقت معه على هذا الامر ونزلت على مدينه كويتا، في مطار كويتا كان في اشخاص منتظروني هناك حاملين ورقه عليها اسمي، كانوا محليين، وركبت في سياره معهم مباشره بدون توقف الى الحدود الافغانيه الباكستانيه الافغانيه. مدينه كانت اول نقطه هي مدينه شمن وهي مدينه باكستانيه. طبعا قبل الوصول بشوي طلبوا منه اني اغير ملابسي، كنت لابس جين وتي شيرت، فطلبوا انه اغير، لبست لباس المحلي للمنطقه، كنت انا بلبس كمان كنت لابس نظارات، فحكوا لي لو سمحت لا شيلهم لانه هاي غير مألوف انه شخص يلبس نظارات في هاي المنطقه. فوصلنا وصلنا لتشمن، ما كان في اي تفتيش، والكاميرا قدرت تاخذها كاميرتك انت ولا هن عطيو كاميرا من عندهم؟ نعم لا، بالنسبه التحضيرات اللوجستيه طبعا هم حكوا لي بتيجي لوحدك، احنا عندنا كاميرا ونرتب لك كل شيء، فرحت لوحدي بدون اي شيء. مجرد ايامها كان في كاميرات الديجيتال، ايامها كانت مع فلوبي ديسك. هذه الكاميرا الوحيده اللي كانت معي، كاميرا ديجيتال بفلوبي ديسك، هذه اللي كانت معي فقط. دخلت قطعنا تشمن، منطقه تشمن، ثم دخلنا على المدينه الاولى في افغانستان، هي مدينه سبين بولدك اللي هي اول نقطه حدوديه بين باكستان وافغانستان من هذيك الجهه. وفي سبين بولدك طبعا دخلت على مطعم، كان بانتظاري الشخص العربي اللي رتب اللقاء معي في اسلام اباد، فحكى لي اهلا وسهلا فيك في اماره افغانستان الاسلاميه، انت الان يعني حر، واحنا المنطقه هي منطقتنا، مسيطرين على هذه المنطقه. فاخذني مباشره بسياره ثانيه الى مدينه قندهار في احد البيوت الخاصه فيهم للقاعده. كان مقر عسكري او شيء تحت الارض او هيك، ولا كان كل شيء بالعالم وقتها؟ لانه نحن بتعرف شينا وقتها بنحكي عن بن لادن دغري بيخطرنا على بالنا صوره قاعد بشي كهف او متخبي او شيء، بس وقتها كانت الامور كلها على بالعلن عم بتصير. نعم لا هلا طبعا البيت هذا كان هو عباره عن نقطه ترانزيت. نعم. كان احد البيوت الامنه عندهم، يعني قضيت فيه ليله كامله، دخلوني عليه وكان بيت عادي. طبعا اول ما دخلت حكوا لي الرولز القوانين انه انت في اوضتك ممنوع تطلع من هاي الاوضه، اذا حدا دخل عليك ممنوع تتكلم معه، شخص واحد الاصل اللي يدخل عليك عرفوني فيه، هذا الشخص اللي بيجيب الاكل ممنوع تتكلم معه، بيجيب الاكل وبيطلع. احنا هذا طبعا المنسق حكى لي في الصباح انا باجي. ففعلا دخلت الاوضه وجابوا لي عشاء، وانا كنت طبعا ما عرفت انام ابدا، يعني طول الليل بنتظر انه بكره ايش حيصير، يعني لانه كان فعلا لك اكيد ما دقت النوم هالليله. ها يمكن نمت شوي، كنت بسمع باذان صلاه الصبح، سمعته في من المساجد في المنطقه. فهذيك بتذكر هذيك الفتره شوي انا نمت، وبعدها بشوي اجى الشاب المنسق كان عربي،
وبعده بشوي دخل شخص آخر عرفني بنفسه بأنه اسمه أبو حفص المصري. طبعاً أبو حفص المصري يعتبر القائد العسكري للقاعدة، اسمه محمد عاطف، وكان هو عسكري مصري ترك العسكرية المصرية وانضم لجماعة الجهاد المصرية، وبعدين أصبح من قيادي القاعدة. عرف بنفسه ويعني وتكلم عن 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 على إنه هم بجاهزية عالية وإنه قواتهم مستعدة الآن، وهم بتوقعوا شيء من الولايات المتحدة ممكن يحدث أي فترة. وفعلا أعتقد تقديراته كانت سليمة جدا، لأنه اللي بيراجع كل التقارير خلال تلك الفترة ببداية 2001 قبيل منتصف 2001 تتكلم على أن الولايات المتحدة ممكن تتخذ خطوة استباقية وتدخل في أفغانستان. فكانت تقديرات قراءتهم يبدو للحدث سليمة القاعدة. وأيضا يعني أنت رجعت طرحت من هذا البيت الآمن على بيت تاني كرمال مؤيبة اللي أخذوه. فبعدها بشوي تركني حكى لي حشوفك عند بن لادن عند الشيخ. حشوفك عند الشيخ. فأخذنا سيارة، أخذت سيارة مع المنسق، سيارة عادية من البيت إلى نقطة ثانية في داخل قندهار، بعدين ركبت في باص. الباص هذا كان تقريبا كله يعني الزجاج يعني مغطى يعني تنتد تماما، ما صعب الرؤية، تشوف شيء برا، صعب المظلل بشكل كامل، صعب الرؤية منه. كان الباص من داخله غريب، المقاعد احنا المقاعد خلف بعضها، هذا المقعد الأول والمقعد المقابله يعني في مقابلة بعضهم، فكان مقابله مباشرة شاب مسلح مباشرة بينظر إلي وركب في مع السائق اللي هو المنسق. ومشت السيارة حوالي يعني أنا تقديري كان حوالي 3 ساعات أو ما إلى ذلك. كانت المنطقة صعبة، يبدو أنه حول قندهار، ما كانت في داخل قندهار، لحد ما وصلنا لبيت السيارة دخلت عليه و حكوا لي تفضل انزل. كان فعلا مجموعة مسلحة كبيرة في المكان، كلهم شباب في مقتبل العمر، واضح يعني واضح انهم شباب يدوب 18 20 سنة بس مدججين في السلاح، ممكن 10 او اكثر. الواحد منهم مباشرة فتشني، قام بتفتيشي، فتش كل شيء معي وحكى لي تفضل. دخلت كيف كانت لحظة اللقاء ببن لادن؟ طبعا دخلت الأوضة فكان موجود طبعا طويل بن لادن، رحب فيه أهلا وسهلا فيك، وطبعا وفق التحية في أفغانستان هي عبارة عن عناق، فعانقني. كان بجنبه أيمن الظواهري، كان أبو حفص، وكان في شخصين تانيين ما بعرفهم، يعني واحد منهم واضح أنه يبدو أنه شمال أفريقي، من شمال أفريقيا أو من إريتريا، من موريتانيا، يعني ملامحه بتقول إنه من هذيك المنطقة، والآخر كان مصري بس ما عرفوا بأنفسهم. فتم يعني تم مباشرة تفضل جلست. أنت متوتر بهالحالة نفسياً، أنت كيف متوتر؟ مرتاح؟ عادي؟ مثله مثل أي مقابلة تاني؟ يعني شو حاسس بهالأثناء؟ أنا كان عندي هم واحد إنه أنتهي من الموضوع وأمشي خلاص، يعني أنا وصلت بدي أعمل المقابلة وأمشي. طبعاً طلب وفعلاً هو كان كمان هم عندهم بدهم إنهم يكون في اللقاء بسرعة، بس هو حكى لي يعني أشياء يعني غريبة باللادن. بحكي لي أنت شفت التقرير الأخير اللي عرضته الجزيرة؟ لا ما شفته، أنا كنت مسافر من يومين وأنا بسفر. حكى لي أوكي حوريك مادة نشرت الجزيرة والسي إن إن، حعطيك مواد إضافية ممكن تفيدك في التقرير. ففعلا جابوا فيديو أيامها الفي اتش اس، شرطة الفي اتش اس، وعرضوا عرض تقرير كان للجزيرة، تقرير للسي إن إن، كله من مادة نشرتها القاعدة للإعلام. كانوا يعني يبدو أن عندهم في وحدة للرصد، ترصد كل المواد اللي تصدر عن القنوات الفضائية أو وسائل الإعلام، وكانوا يعرضوها وعرضها وحكى لي أنا حعطيك بعض المواد الإضافية.
استدعى المصور تبعه. بس كان عم بفرجيك على هالمواد بما معناه ناطرين منك تقرير مثل هيدا ولا ليه عم بفرجيك على ال... لا هم بيفتخروا يعني. هم بيفتخروا بانهم يعني عملوها انهم عندهم المواد هذه وحكى احنا عملنا فيلم وثائقي احنا اعطيك اياه اسمه تدمير المدمره. في هذيك الفتره الجزيره عرضت فيلم وثائقي اسمته تدمير القاعده، كان عباره مبني على 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 ضرب على على مقابله لبن لادن اجرتها الجزيره، فعملوا من خلالها ومن خلال بعض العمليات اللي قامت الولايات المتحده فيلم سموه تدمير القاعده. فهم عملوا فيلم اخر سموه تدمير المدمره، المدمره قصدهم على اليو اس اس كول اللي كانت في اليمن تم ضربها، فعملوا عنها فعملوا الفيلم يعني بهذا الاسم. وفعلا هم اعطوا المعلومه بكر مالي ولو قطعتك لانه عم بتقول هن بيفتخروا انه يعطوا مقابله او يطلعوا على الميديا، لانه طبعا الوقت وقتها غير هلا، يعني ما في سوشيال ميديا، ما في انه واحد منهم يكون هو عم بينزل مباشره وعم بيعمل انتر اكشن، اذا ما طلع على الجزيره او على الام بي سي او على السي ان ان ما بيقدر يوصل رساله للناس المتابعين له وللعالم يعني. فعلا هو لانه ما كان عندهم وسائل تواصل اخرى. يمكن بعد 11 سبتمبر صاروا يبداوا في عمليه التواصل غير المباشره بانهم يصوروا الماده هم نفسهم يبعثوها للوسائل الاعلام، لكن بهذيك الفتره قبل 11 سبتمبر كانوا مستعدين للقاء المباشر بينهم وبين الصحفيين. فهو حكى لي انا بعتذر، انا ما في عندي اي لقاء، ما حاعطيك اي تصريحات. التصريحات حتكون من خلال الفريق الموجود عندي انا هلا، وبامكانك تنقلها، وانا يعني اؤكد انها حتكون صحيحه، تصريحات صحيحه، وحناخذ فوتو سيشن بهذا المعنى، فيكون الفقره للتصوير فقط حتكون انت موجود فيها وايمن الظاهر وحكون انا في الصوره هذه، بامكانك انك ايضا تستخدمها. وفعلا نادى المصور تبعه اخذ لقطه مشهوره، يعني عمل بان او حركه في الكاميرا وبعدين عمل صور لنا كلنا واخذ الكاميرا. أبو حفص مباشر حكى إحنا نعد لعملية كبيرة جدا في الفترة القادمة، هدفنا فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، حسنا فيها الولايات المتحدة. كان هدف اللقاء هالجملة بالضبط، هذا هو هذه الرسالة اللي كانت. حكى تصريح آخر فعلا إنه مثير، إنه تجارة الأكفان ستزدهر في الولايات المتحدة. هذا التصريح كان من أبو حفص نفسه. وهو ما قال لك ابدا شيء. لا كان بيبتسم انه هذا الكلام سليم وهذا الكلام صحيح. طبعا السبب انه ما بده يتكلم للاعلام انه حركه طالبان في هذيك الفتره طلبت منه عدم الحديث مع الاعلام، فهو يعني احتال على الاعلام، احتال على 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 اتفاقه مع حركه طالبان بانه تكلم بشكل غير مباشر في هذيك الفتره للاعلام. حركة ذكية، كيف بتوصفه يعني كشخص هيك باختصار؟ كان هادئ جدا، قليل الكلام، كان واضح عليه في هذيك الفترة بأنه وزنه زايد، بمعنى أنه كان مرتاح، ما في حركة. تأكدت من خلال هذا اللقاء وبسؤال مباشر له هل عنده فعلا مشكلة في الكلى أم لا، نفى أنه في عنده مشكلة في الكلى، وفعلا من خلال يعني نظرة له لوجهه لجسمه ما اعتقد انه كان عنده مشكله في الكلى، لانه كانت في اخبار على انه عنده بيغسل كلى دائما لبن لادن. واعتقد انه يعني من خلال انا تقديري من السؤال ومن هيئته ما عنده اي مشكله كلى، بحركته بنضاره الوجه والبنيته ما عنده اي مشكله ابدا. بس بكر بهيداك الوقت كان قبل هجمات سبتمبر، كان مشهور يعني، كان اسم الكل بيعرفه لانه كان بعده ما واصل للعالميه اللي وصل الى بعد الهجمات. كان في 5 ملايين دولار على لاي معلومه الى بن لادن، 5 ملايين. لذلك بعد اللقاء بعض الاجهزه الامنيه لما التقيت معاهم يعني صاروا يسالوني عن اللقاء، حكوا لي يعني انت ما بدك 5 ملايين دولار؟ أنا بقوم بمهمتك يا صاحبي. فهمت عليك. طب بالنسبة للجملة اللي أعطاك إياها أو الحديث محتوى المقابلة، أنت وعم تسمع عم بيقولوا إنه في الأكفان رح تنزاف بأمريكا وفي شغل عمل معين ضد أمريكا وضد إسرائيل، يعني هل فسرت هذه الرسالة
جزء من بروباغندا وحديث هيك بس شيء عم بيقولوه، ولا حسيت انه في شيء محدد عم بيحكي عنه؟ انا من متابعتي السابقه لهم كنت متاكد انه في شيء، لانه قبل يوسف سكول كان في اشاره من قبل القاعده، قبل ضربات بيروت ودار السلام بال98 كان في اشاره من القاعده بيعطوا اشارات مثل هذه. فانا كان تقديري الشخصي انه نعم القاعده بتحضر لشيء كبير، بالتالي يعني بهذا السبب هم يعني حبوا يبعثوا هاي الرساله. وقتها نشرت المقابلة أخذت الضجة ووصلت هالرسالة عالمياً مثل ما لازم؟ أخذت الضجة بالمباشرة، لكن التركيز عليها أكثر كان بعد 11 سبتمبر، كان تركيز غير عادي على المقابلة نفسها. بس اجوا اكيد صحفيين امريكان سالوك شو بده يضرب، شو قال لك تحديدا؟ سي اي اي ممكن عملت استجوبتك، طلبت منك يعني اكثر معلومات شو ممكن يستهدفوا، اخذوها بهالجديه ولا هذا كله من بعد الهجمات؟ حسب معلوماتي انه اخذوها بجديه الامريكان، اخذوا الاخبار هذه لانه كانت عندهم اخبار بتتقاطع بنفس البعد، بانه في من اجهزه عربيه امنيه عربيه ومن خلال معلوماتهم يبدو من داخل أفغانستان بأنه في شيء يحضر. وتبين لاحقا بأنه حتى وزير خارجية طالبان بهذه الفترة وكيل أحمد متوكل راح على مدينة بيشاور والتقى مع القنصل البريطاني وأبلغوا بأنه في شيء يحضر. فكان عند الولايات المتحدة عند بعض الدول معلومات بأنه في شيء يتم التحضير له، طبيعة الموضوع ما كان واضح، التركيز في الأغلب كان خارج الولايات المتحدة. نعم. وقت قالوا لك في شيء عم يتحضر، سألت شو هو هالشيء؟ حاولت تاخذ منهم هيك رد دقيق على هالجمله؟ انا سألت بن لادن شخصيا، سألته بالضبط ايش انتم بتحضروا له، ايش الضربه؟ حكى لي حيكون في شيء وحلتقي معك مره ثانيه وانا حكون متواجد بعد الضربه. انا بدقه هذا كلامه، بعد الضربه في مناطق القبائل الباكستانيه وهناك انا حلتقي معك مره ثانيه. وشو يعني من بعدها صار في لقاء؟ ما عاد صار صحيح؟ طبعا تم التواصل معي فعلا في نوفمبر 2001 وانا ما كان في انه اتحرك من يعني انه اجري اللقاء، كان اللقاء مطلوب انه اوصل كابول للقاء معه، وكابول كانت تحت القصف، كان صعب انه اتحرك. ايوه. طب هلا انت اذا بترجع يعني لهيدا اللقاء، اكيد هيدا اللقاء براسك عم تعيده مليون مره، صح ولا لا؟ هل كان في اي رفرنس مثلا لشيء هجمه رح تنعمل بطياره، حدا قال شيء عن الابراج بامريكا؟ يعني هل في شيء كلمه هيك من بعد ما صارت الهجمه قلت هي كان لازم انتبه عليها، او في شغله انا سمعتها مثلا ما عملت فولو اب عليها بس هلا انتبهت لها؟ لا صحيح، لا بس هو الشيء اللي كنت انا متاكد منه بانه تهديدهم سليم وانه في شيء حيصير، لكن انه في داخل الولايات المتحده فعلا كان هذا بعيد يعني عن التفكير. كل تفكيري كان ممكن يكون في شيء خارج الولايات المتحده، لكن لما صارت الضربه يعني ما كان عندي يقين بانه هذا هو التهديد اللي تكلمت عنه القاعده. ما تفاجأت؟ اها. لا طبعا تفاجأت، لا شك تفاجأت من ضخامه الهجمه، من ضخامه الحدث نفسه، كان شيء مخيف، كان شيء رهيب يعني. فلكن انه هم لانه مباشره بعدها طبعا هو طلع شريط وتكلم مباشره، طلع مباشره بن لادن وتكلم عن بشكل غير مباشر عن الهجمات، واستعدوا هم وبين انهم مستعدين، وهذا كان بتوافق مع كلام ابو حفص الي بانه انهم في حاله تاهب وبان قواتهم مستعده لتتحرك من قواعدها وتنتشر خلال اكثر من اقل من 30 دقيقه. والمثير انه فعلا كانوا فعلا محضرين منطقه كامله للتحصن اللي هي مناطق تورابورا. صحيح. قد ايه كان مده اللقاء اللي قعدته داخل هيدا البيت اللي كان هو موجود فيه؟ تقريبا ثلاث ساعات. ثلاث ساعات. شو تغديت معهم؟ تعشيت؟ ايه هاي اللقطه الثانيه اللي عم نشوفها؟ شو صار كمان احاديث؟ طبعا هو حضر منسف. اها. الاردني كرمالك. واضح انه احتمال كبير الشيف عنده طباخ يبدو انه اردني.
لأنه كان المنسف فعلا يعني محضر بشكل صحيح. أها. طبعا صار بينه وبين أيمن الظواهري حديث قليل، حكيت مع المجمل بن لادن ركز تكلم معي مباشرة شخصيا، سألني عدة أسئلة عني نفسي، عني شخصيا، عن حياتي، عن مسيرتي المهنية. عنده طبعا معلومات هو، لكن سألني، سأل عن المؤسسة اللي بشتغل معاها. واضح جدا انه على اطلاع وبيعرف المؤسسة كويس. ايامها ام بي سي كانت تعتبر طبعا اسم، يعني اسم رئيسي في عالم الاخبار لا شك. يعني كان هذا الحديث خلالها هو ترك هو والظواهري والفريق تبعه، ترك الغرفة، راح يصلي، رجع بعدها. كنت أنا موجود مع حارس، شاب واضح جدا أنه يمني، يمكن 17-18 سنة. فبحكي لي يعني هم حاطين 5 ملايين دولار على بن لادن ولا ممكن نبيعه، وهم بتوقعوا يعني ضربات نيروب، الضربات اللي على بعد نيروب ودار السلام على مواقعنا. في طبعا صار قصف في شهر أغسطس 1998 على بعض المواقع للقاعدة من قبل الولايات المتحدة في صواريخ كروز. فحكى لي هم بتوقعوا يعني انه هاي كان ضربة، هذا بالنسبة لنا ألعاب نارية، غير احنا ما بنهتم بشيء زي هيك. فكان هيك متحفز وشعر انه اللي امامه هو صحفي، وهدول الصحفيين لا يمكن الوثوق فيهم، ممكن انهم يعني يكونوا مصدر للخطر بالنسبة لهم، يعني ما الى ذلك. فخلال فترة تركني، طبعا تركني فترة بن لادن وقرابة نص ساعة، بعدين رجع. وفي النهاية هو سلم علي ومشى هو وابو حفص، والمنسق بعدها أخذني مرة ثانية على نفس البيت اللي بت فيه. طبعاً أخذوا المادة كاملة مني، أنا طلبت منهم إنه أصور في الكاميرا اللي معي. صورت بن لادن صورة مشهورة إله، لابس اللباس العربي، وتقريباً يعني صورة لقطة يعني قريبة جداً لوجهه. أخذوا مني كل المادة، وبعدها بساعة متأخرة من الليل بعد ما وصلت أنا المكان، إجا واحد وسلمهم للشخص المعني بالتواصل معي خلال وجودي في هذاك البيت. وطبعا لاحقا تبين لي بانهم قاموا بعمليه الشريط المصور كان صامت، الاصوات كلها مسحوها، ما كان في اصوات ابدا. اي نعم، لان سالت حالي هالسؤال انه ليه ما انك تارك الصوت بالمونتاج تبعك، هن عطيوك اياها بس الصوره، عطوني اياها بدون صوت، صوره بدون صوت. اي نعم. طبعا مباشره ثاني يوم الصبح انتقلت نقطة للحدود، ودخلت باكستان. وفي اللحظة اللي وصلت فيها مدينة كويتا مباشرة اتصلت في مدير الأخبار، تمت المقابلة، أعطيته تصور عن المقابلة، حكى لي اسكت لحد ما توصل إسلامباد. لما توصل إسلامباد بنحكي. التقت الطيارة ثاني يوم، كان في عاصمة رملية، حكى لي ما بنقدر ننتظر، اطلع على التليفون هلا اتكلم. طلعت على التليفون، كانت مقابلة تليفونية مع نشرة MBC، كانت نشرة الساعة 8 مساء توقيت باكستان، بدها تكون يعني في دبي 7 مساء تقريبا، كانت نشرة رئيسية لـ MBC. تكلمت عن اللقاء ومجريات اللقاء، ولحسن حظ ثاني يوم كان الرحلة توفرت، وصلت إسلام آباد ومنتجت المادة وأرسلتها مباشرة. نعم، يعطيك العافية. كان في تردد بنشر المادة ولا الأدتور تبعك؟ لا إطلاقا، الإدتور يعني حتى النص اللي كتبته ما عدلوا عليه أي كلمة. وكنت أنت واعي بهاللحظة أنه كبر هالمقابلة، وأنه بعد 19 سنة رح تكون بعدك عم تحكي عنها؟ والله أنا في بعد المقابلة بكم من يوم شعرت بالضغط اللي أنا تعرضت له بعد المقابلة، ضغط غير عادي حقيقة. طبعا من وسائل الإعلام اللي حابة أنها تتواصل حتى تعرف إيش الخبر، أو من الأجهزة الأمنية اللي حابة تعرف إيش اللي صار. فكان ضغط غير عادي، لدرجة أنه في البيت عندي ركبت حطيت أيام الفاكس كان شيء مهم، حطيت رقم الفاكس على التليفون والتليفون على الفاكس، فاللي بيتصل على التليفون بيطلع له فاكس، وسكرت الموبايل، ما كان في موبايل. حلو كتير.
بتحس انه يعني من بعد 11 سنه بكر انا رح ارجع للظواهر باخر حديث معك، بس هلا بدي احكي شوي يعني بعد 11 سنه من هذا السكوب اللي كثير كبير. طبعا بعدك مراسل ميداني وعم بتروح لحد ما تم اختطافك من قبل جماعه ابو سياف بالفلبين. احكي لنا عن هاي التجربه، قد ايه كانت صعبه عليك؟ طبعا الموضوع صعب لا شك، اختطاف لمده 18 شهر كان قاسي جدا وصعب، وكان ضمن مهمه صحفيه كمان، ما نجحت المهمه واختطفت. كانت الاصل المقابله يعني لنص ساعه، استمرت تقريبا 18 شهر هذه المقابله لحد ما انا يعني كلفتني 18 شهر بالاحرى. يعني هلأ بحيث أنه كورونا والكل معزول وقاعد بالبيت، أنت معود على العزل، قاعد 18 شهر كله هذا عزل 5 جون يعني ما في. إذا هيك بدك تعطينا مثل نصائح سريعة للشخص اللي بيتعرض للخطف، إذا كان خاصة إذا كان صحفي، شو هيك أكثر تيبس ممكن تعطينا إياهم تيحافظ الواحد على سلامته النفسية والجسدية؟ طبعاً أول شيء إذا تم عملية الخطف لا قدر الله لا تقاوم ابدا الخاطفين، اسمع لهم امشي مثل ما بدهم، هذه رقم واحد. اثنين، خلال الخطف بده الواحد انه يحاول يشغل نفسه ويشغل وقته بشيء مفيد. يعني انا ما كان عندي اي شيء استفيد منه، يعني ما في كتب اقراها، ما في شيء اسمع له، فكنت مضطر انه انا اعيش مع نفسي، يعني صرت يعني عملت صحبه مع نفسي، فاتكلم كنت كثير مع نفسي. كانت إيجابية وسلبية بنفس الوقت، بس الأهم شيء إنه الواحد يحافظ على الأمل بأنه حيطلع. يعني أنا أعتقد النقطة الرئيسية اللي خلتني إني أتماسك وعندي قوتي هو إنه أنا عشت أمل إنه أنا حطلع من هذا المكان وما حموت في هذا المكان. مع إنه جماعة أبو سياف يعني في كتير ناس كانوا خاطفين وماتوا بالنهاية، ما قدروا يطلعوا سالمين، فكيف قدرت تهرب؟ لأنه صراحة يعني فيلم هوليوود أكثر مما هو تتخيل شيء حقيقي، إنه عن جد قدرت تهرب من المعتقل. أنا يعني أنا بتوقع اللي صار معي إنه أنا كنت محظوظ لعدة أمور. الأمر الأول إنه في أشخاص من الداخل استعدوا إنهم يساعدوني، والفريق اللي كان يفاوض من الخارج كان على دراية في المنطقة ومعرف في المنطقة بشكل كويس، وكانوا حريصين فعلا على مساعدتي، فهذا اللي أدى لأنه في النهاية الأمر يتم بنجاح. حاولت أن أهرب 3 مرات، المرة الأولى فشلت، في الثانية فشلت، في الثالثة كان التنسيق عالي جدا وممتاز واستطعت أني أطلع. طبعا تفاصيل كثير من خلالها كيف تمت عملية التخطيط للهروب، مين الأشخاص اللي دخلوا في الموضوع، تفاصيل كثيرة جدا حقيقة، لكن في النهاية النجاح كان بوجود شخص من الداخل وشخص من الخارج. وبعد بعد بعد الخروج يعني حاليا قدرت تتخطى هالمرحله، يعني تعافيت من هالفتره من الخطف، ولا هيدا الشيء بيبقى معك طول الحياه؟ هلا اتخطيت بانه انا انسان ما كنت املك حريتي، انا هلا شخص مملك حريتي ومقبل على الحياه، بعتقد بانه انا يعني اخذت فرصه ثانيه هلا يعني في الحياه اعيش، فيعني كثير يعني ماخذ الامر بشكل ايجابي، لكن لا شك انه تاثيرها يعني تركت اثر لا شك في نفسي في شخصيتي، اكيد تركت اثر اكيد، يعني تجربه قاسيه بكل المقاييس كانت. الف الحمد لله على السلامه. اكيد يعني شغله كثير صعبه. اخر شغله، بتعرف الصحفي ما بعرف اذا انت نفس الشيء، بس انا كون عم بعمل المقابله كل دقيقه بقول اخر سؤال، برجع بيطلع على سؤال ثاني، برجع بقول عن جد هالمره اخر سؤال، فهلا رح اقول لك اخر سؤال بس يمكن يرجع يطلع غيره ما بعرف. هيك يعني اذا برجع شوي للقائك مع بن لادن، عمليه الخطف طبعا هيدي بدها قعده طويله وبدها احاديث كثير حتى نقدر نعطيها حقها، بس بدي ارجع لانه عم ركز تحديدا على كواليس مقابله بن لادن. حكيت انه ظواهري كان موجود، وطبعا بعد 19 سنه اليوم ظواهري هو على راس تنظيم القاعده، كيف تقييمك للقاعده حاليا بقياده الظواهري، خاصه اذا اخذنا وجود داعش بالصورة؟ يعني طبعا لا شك القاعدة يعني خفت بريقها تماما، ضعفت،
من ناحيه التمويل المالي ومن ناحيه حتى القاعده اللي تعتمد عليها من عناصر ومن قيادات شبه انهارت. القاعده الام الرئيسيه اللي في افغانستان ما عادت سوى بضعه اشخاص غير قادرين على التواصل مع بعض، غير قادرين على التخطيط، غير قادرين على التواصل مع الخارج بشكل كما كان سابقا فعال. فبالتالي اعتقد انه القاعده ظلت هلا كارث ليجاسي اكثر من انها يعني تنظيم يمكن ان يشكل اي خطر. داعش لفتره سرقت بريق القاعده خاصه في المنطقه العربيه في سوريا وفي العراق وبعض المناطق بعد ما تفرعت طبعا. لكن حتى بتعرفوا وانت جنان لسه يعني خير من يمكن يتكلم عن داعش وعن تاريخها وعن قدراتها في هالمرحلة. أتوقع أنهم كمان فقدوا بريقهم، بيفقدوا بريقهم في المنطقة، قوتهم ضعفت ضعضعوا لا شك، خسروا كثير من القيادات، خسروا كثير من التمويل اللي عندهم. الجهود الدولية استطاعت فعلا أنه ربما تنهي إلى حد كبير هذا التواجد. وكيف كانت شخصيته بظل وجود بن لادن والقيادات الباقيين؟ يعني الواضح جدا انه بن لادن يملك كاريزما القائد، هدوء القائد والشخص اللي مخطط. الظواهري بيملك شخصيه السياسي، بحب يتكلم كثير، هو سياسي اكثر ما انه يعني قيادي ممكن انه يدير. وفعلا هذا تبين لاحقا بانه مع مقتل بن لادن وبروز الظواهري زعيم لتنظيم القاعده، ما كان في ارتياح ضمن القواعد الموجوده الافراد في القاعده، وما استطاع انه ياخذ القاعده لاي مكان، بالعكس القاعده ضعضعت وانهارت. نعم. هالمرة عن جد آخر سؤال، لو بعت لك الظواهري حدا وقال لك تعا سجل مقابلة معي رح تروح؟ لا ما أعتقد إني أروح، بعملها معه في الزوم أو ببعت له بعض الأسئلة وإمكانه يجاوب عليها أمام الكاميرا هو، لكن نروح ما أتوقع إنه في، مش بسبب إنه ممكن الظواهري، إنه بتوقع إنه حتى الآن القاعدة ملتزمة إذا يعني إذا دعت أي صحفي حتلتزم بأمنه وبحمايته، ولكن أعتقد أن المرحلة ما بتسمح أنه أنا أتواصل مباشرة معهم بسبب خطورة المنطقة. يعني الانتقال لأي منطقة بتواجد فيها الظواهري أنا أتوقع الخطورة عالية جدا، ليس كما كانت سابقا، ففي خطورة يعني على سلامة أي صحفي يمكن أن يوصل لهي التنظيمات هلأ. صحيح. شكلت لك المقابلة وقتها مشاكل أمنية، يعني إن كان ببلدك إن كان ما بعرف بشكل عام؟ طبعا شكلت مشاكل أمنية، بمعنى مش مشاكل، بمعنى عملية محاولة معرفة كيف تمت المقابلة، مين اللي التقيت مع بن لادن، مين اللي كانوا موجودين، محاولة جمع المعلومات لا شك من الأجهزة الأمنية، من عدة أجهزة أمنية. وأنا التزمت بما قلت في الإعلام، حكيت لهم أنا أصلاً ما خبيت أي شيء، يعني أنا اللي قلت في الإعلام هو اللي تم بالضبط. فلا شك أنه كان مثلاً بمطارات توقفت، كنت بدك تروح على بلدان معينة رجعوك، يعني هاي القصص العربية طبعاً، في الدول العربية، في الدول الأوروبية، في الدول في أمريكا ما أحد وقفني أبداً، لكن فقط الدول العربية اللي كانت يعني حريصة أنها تجمع معلومات. بكر شكرا كثير على وقتك وشكرا على هالمعلومات كثير حلوه، انا شخصيا كثير استمتعت، بتمنى كمان الناس اللي رح يحضروها يستمتعوا ويتعلموا، انا تعلمت كمان صحفيا، وكمان بتمنى غيري من الصحفيين اللي رح يحضروا مقابله يتعلموا من تجربتك، واكيد ناطرين كتاب تكتب لنا بالتفصيل شو اللي قطعت فيه. شكرا كثير. شكرا كثير جنان. شكرا بكر.